مرحبا بكم جميعا، واحنا نقول مرحبا بنا عندكم. اهلا وسهلا الاخوه الكرام. اول ما نبدا به هو كلام الله سبحانه وتعالى، هو كتاب الله عز وجل اللي غادي يدعي عليه الاستاذ. واشكر. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيدعينا وكيصيفطوا لنا السلعات عن طريق المحكمة.
راح ناخذ واحد الحاله يرثها. كاين الجفاف بخصوص المنطقه الشرقيه، راه المنطقه الشرقيه حاليا بيض ما لا ربط، انا في 6 سنين وانا 30 سنه في دوري ما كاينش شي عام يفرح تجي الصابه في بلاصتها ويجي المنتوج في بلاصتها، ما كاينش. حنا مغاربه، حنا كلنا وراء صاحب الجفاف، حنا كلنا كنقولوا الله الوطن لنا. ما فيناش سولاني، ما فيناش طبعا، عندنا مغاربة واحد ومالينا واحد ومغربنا واحد. حنا ما كنرضاوش على بلادنا تمشيها شعب، وخير دليل باش غادي نعطيكم الدليل، حنا نهار بانكيمون حضر حضر في امريكا، صبحنا متفقين في العرش حتى في الرباط. المغاربه كاملين، لو كان خلاو لنا الطريق نمشيو ونكونوا نحرو حتى كل شيء، لا الدراري لا، ولكن كان النظام بحكم مشاو به الناس الاعيان والناس الكبار والناس كذا، مشينا نرد، ما سمعش هذا فين وقفوا. علاش؟ ما بغيناش حنايا على بلادنا، هذاك هدر في الصحراء، واش الصحراء ماشي بلادنا؟ راها بلادنا، دمنا وصيدنا حتى حنايا كنغاربة كل شيء صيدنا. إذا ما كاينش الصحراوي، وكاين الشرقي، وكاين الترجو، كاين المغاربة واحد. ما فيناش سولاني، ما فيناش طبعا، عندنا مغاربة واحد ومالينا واحد ومغربنا واحد. لهذا هذا النهار قلت لهم احنا على الجبل، ولكن من النقاط اللي غادي نناقشوا ان شاء الله من بعد غادي نناقشوا هذه المسائل، غادي نناقشوا ان الفرصه الله يجازي الجزاء غادي يناقش هو اهل ولايه واهل معرفه. احنا دابا ان شاء الله غادي نعطي الكلمه الحاج باش يقرا لكم التقرير المالي، وغادي نقرا لكم التقرير المالي ونصادقوا عليه، وغادي ندخلوا للمناقشه، ومن بعد ان شاء الله نتغداو مجموعين نزيدوا في المناقشه. وراه جاي لنا واحد مهندس فلاحي عاوتاني كينور الجلسه اللي بغى يستافد، وهذا هو. شكرا جزيلا. سير الحضور ترحب مره ثانيه بالاخوان اللي جاو من قريب ومن بعيد اللي شرفونا، واقول كلمتي هذه على ان اوضح بعض النقط التي قامت بها الجمعيه من بدايه التاسيس ديالها نهار 1 ديسمبر 2021. قامت بمراسله عده جهات محليه للنفوذ ديال الكره ديال الاقليم، منهم السيد قريب رفض باش يستلم الرسالة، سيد بارك الصغيرة، سيد عامل التوحيد، سيد ولي جهة وجدة، وسيد الولاية، حركة الجمعية المدنية، قدمت مراسلة من جديد، منها السيد وزير الداخلية وإلى وسيط المملكة وإلى وزير الفلاحة. وزير الفلاحة اتصلنا به، كان عندنا معاه لقاءات شي 4 مرات لقاءات خاصة، سلمنا له الرسالة في الموضوع لكي يكون جنب، وجلسنا مع السيد رئيس الجهة سي بريوير معروف، ورئيس ديال الغرفة الفلاحية ديال الجهة سي دوسان، والإخوان اللي في البرلمان سيد برنيش ديال بيرسي. ولكن آخر مطاف ما توصل حتى بشي جواب عند الإخوان، لهذا كنطلبوا دابا من الاخوان الفلاحة يديروا يد في يد ونتعاونوا كاملين، الى المشكل كيهمنا كاملين، وحنا ماشي
كان تعداو على حد او لا شي حاجه، بل بالعكس حنا باغيين المصلحه للبلاد وكنستثمروا فيها وكنوجدوا فرص ديال الشغل. بعد ان كما قال السيد الرئيس الارض هذه راه معروفه دابا الجمهور بي يرحمنا بالشفاء ان شاء الله الرحمن الرحيم، معروفه بشبه صحراويه كما كنقولوا، ولكن حنا لينا ورديناها لينا بغينا نقولوا جنه. كما لا اطيل عليكم والمستوى ديال هذه الجمعيه اللي قامت به لحد الان، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. عندنا 187 اللي انخرطت معنا، كان خلصت معنا 200 درهم 20 نظر، كل ما انخرط كان عطينا 200 درهم، حنا درنا انخراط عادي، جاب لنا 3740. إذن صرفنا منها 3,175,600 درهم، هذه فيها الغداء، فيها المصاريف ديال الرسائل اللي كنا نصيفطوا الوزراء، التحركات اللي كنا نتحركوا للجهات، هذا كامل. وين اللي بغى يطلق وياخذ المسائل مرحبا به. اذا عندنا 3,740 نقسمها 3,075 قدرنا 6,694 اللي باقي كامل. الاخوه كما كان زيد نقسمهم ان دابا هانتوما احنا اذا كان هذا التقرير اللي قلنا لكم هاسمو درنا به والمال هاسمو صرفنا عجبكم الحال صفقوا عليه، اللي ما عجبوش الحال يطلع علينا الاسئله فيه ونجاوبوا. الاجماع الاجماع نشكركم على الثقه ديالكم. دابا الاخوان اللي صدقوا بالاجماع على المسائل كنزيدوا نرحبوا بالاخوان ديالنا. غادي نعطيكم الكلمه بعد ما يتكرر رؤساء ديال الجمعيات هاد الضيوف ديالنا، غادي نعطيو الكلمه واحد واحد، ولكن اللي غادي يتولى دابا الكلمه الاستاذ ديالنا مشكور، غادي ياخذ هو الكلمه يبين لكم شنو كاين وشكرا. الاستاذ سيبنونا استاذ محامي فاس، هو غادي يقدم راسو على راسو. شكرا. رئيس الفكره بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على جميع الحاضرين. في البدايه ابلغكم تحيات الاخوان ديالكم داخلين في الفيدراليه ديال الاستثمار الفلاحي والسياحي اللي هي فيدراليه وطنيه كتضم واحد العدد ديال الجمعيات، وان شاء الله غادي يكونوا ضمنها هاد الجمعيات ديال هاد المنطقه الشرقيه. بداية هذا اللقاء وأنا أذكر عن الواقع اللي جاء على لسان السيد رئيس الجلسة والكاتب العام. الوضع ديال الأراضي السلالية هو وضع ماشي بالأمر الهين كيف بزاف ديال الصور، هذا واقع الأراضي السلالية كان إلى حين مدة 20 أو 30 سنة لا أحد ينازع من يتصرف في أرض السلالة، ولكن للأسف السنوات الأخيرة تقريبا يعني 9 أو 10 سنوات ظهرت مشاكل في عدة مناطق في المغرب علاقة بالاستثمار في الأراضي السلالية، وبدأت في المنطقة ديالنا بالخصوص اللي هي فاس مكناس. الواقع ديال الأراضي السلالية في المغرب هو أنه وعاء عقاري مهم جدا، المساحة ديالو تقريبا 15 مليون هكتار، كانت إلى حدود سنوات خالات ما كاين هناك أي مانع في الاستثمار في هذه الأراضي، كانت السلطات تمنع المواطنين الذين يرغبون في الاستثمار الشوهي الإدارية، كان النواب ديال الأرض ديال الجماعات السلالية تعطيو الشواهي للمتصرفين، وهذه الطريقة تم إنجاز عدد من المشاريع اللي هي متفاوتة في المغرب كامل، كاين مشاريع اللي فيها 10 مليون و20، وكاين اللي واصلة 2 و3 و4 مليار.
هذه حالات نعيشها وحنا كنعرفوها. للاسف الشديد هو انه الى رجعنا للقانون القديم ديال 1919 اللي كيقدم هذا الوضع ديال الاراضي السلاليه، القانون حقيقه كان تيقول على انه هذه الاراضي غير قابله لا للبيع ولا للشراء ولا تتقاضى، واي تصرف كيهم هذه الاراضي يجب ان يكون بموافقه وزاره الداخليه باعتبارها هي الوزاره الوصيه على هذا القطاع وعلى هذه الاراضي. هادشي راه في المغرب كامل. انا خديت واحد البقعه نازلتي هاد السيد على الاستغلال ولا حق التصرف، قلت فيها المشروع ديالي والشغل تيشوفني واحد اخر ما نازلني حتى هو كيدير الحالي، فهاد الوضعيه ما تنجمش تكون وصلت لها واقعي سكنت عام ولا الوكيل ولا طبيب في المغرب اللي كنصيب واحد القبيله ما بقى فيها حتى شي واحد من دول بحيث الجميع تنازل على الحق في الاستغلال لفائده الاغيار الذين دخلوا باموالهم وبرسامينهم وداروا استثمارات، وهذه الاستثمارات طبعا اشغلت يد العامله وخلقت واحد القيمه مضافه في البلاد. ارض كانت كلها احجار ودور اصبحت ارض صالحه للاستثمار وصالحه للزراعه وكتعطي انتاج. فلم يكن هناك اي مشكل مطروح، بالعكس كانت وزارة الداخلية منذ 1957 ومن بعد إلى سنوات قريبة كانت هناك نشرات وزارة الداخلية وفيها دوريات اللي كتقول يديرها اللي استغل أرض سلالية لمدة 8 سنوات أو 10 سنوات كيصبح له من الحقوق ما لدوي الحقوق. والناس مشات في هذا الإطار، هذا كاين هنا اللي عنده 10 سنين وكاين اللي 20 وكاين اللي 30 عام هو كيتصرف وما كان كينازعو حتى شي واحد، بل بالعكس لأنه الدولية الأخيرة بدات تتعطيها لأنه يمكن الامتثال لذوي الحقوق إما عن طريق المصاهرة إلا خديتي منهم ولا إلا درتي الاستثمار ولا إلا خلقوا الكلولة تما وإلا سكنتي تما وإلا إلى آخره. فمعناه أنه الامتثال باش تاخذ الصفه ديال دي حق ما كتكونش كتعبر دم لواحد واش هو مداوي الحقوق او لا، بل كانت عن طريق التواجد والانتساب لواحد القبيله معينه والمساهمه. الا بغاو يسوقوا يصلحوا طريق كتساهم معاهم، الا بغاو يديروا مدرسه كتساهم معاهم، فهذه الشروط ديال الالتحاق بالصفه ديال دي حق او ما يسمى بدوله. ولكن للاسف الشديد كيف تنقول لكم حتى واحد ما كان هذا الوضع تيعاني منه مؤخرا، تنقول لكم هذه 9 سنين 10 سنين بدات الظاهره ديال ان وزاره الداخليه وخصوصا مديريه الشؤون الخرويه في وزاره الداخليه توجه رسائل للمستثمرين وتدعوهم الى تسويه اوضاعهم داخل عجل 15 يوم والا سوف يعتبرون معتدون لهذه الاراضي التي يستغلونها. ومن بعد جات هذه الرسائل اللي توجهت لهذ المواطنين المستثمرين منهم مغاربه ومنهم مقيمين في المغرب ومغاربه مقيمين خارج المغرب، كيتوصلوا هذه الرسائل كيدوز الاجل ما كيدير والو، بدات دعاوى تترفع ضدهم من الدخل من طرف الجماعه السلاليه وبطبيعه الحال تحت اشراف وزاره الداخليه. فاحنا لا نعتبر وزاره الداخليه خصما، ولكن ندعوها الى الرجوع الى الصواب، لانه هادشي اللي ماشيه فيه راه ماشي سليم. جلاله الملك حفظه الله ورعاه في عده مناسبات يدعو الى تشجيع الاستثمار في الاراضي السلاليه، هذا راس السلطه في البلاد هو ملك البلاد، تقول يجب تشجيع الاستثمار. شنو معنى تشجيع الاستثمار؟ هو الناس اللي عندهم يستثمرون في الاراضي السلاليه ولكن ما عندهمش امكانيات ماليه يمكنهم ان يبحثوا عن رؤوس اموال ويتعاونوا معهم باش يديروا الاستثمار، هذا هو مفهوم الخطاب. ولكن حنا كنشوفوا الخطاب ديال رأس الدولة في اتجاه وعمل مدير الشؤون القروية في وادي آخر. أنتم رأستم هذه الإدارات اللي هي وزارة الداخلية وزارة الفلاحة، حنا رأسناهم عشرات المرات.
وجالسناه عشرات المرات وكاتبنا مؤسسة الوسيط باعتبار أن هذه المؤسسة لها دور هام في حل المشاكل القائمة بين المواطنين والإدارة. وهذا ماشي مشكل بسيط، هذا مشكل عنده بعد وطني في جميع التراب الوطني كاين هذا المشكل هذا. فمؤسسة الوسيط كان يجب أن تلعب دورا اللي هو دور مهم جدا في تقريب وجهة النظر وتشجيع المسلمين. وهذا وضع يدور في الاقتصاد البلاد، الناس دايرة استثمارات وما عارفة واش تزيد. الأمن يسمى لغة بالأمن القانوني، احنا لا نتوفر على أمن قانوني كمستثمرين فوق الأراضي السورية، ما عندناش الأمن. فإذا معركتنا هي هذه، احنا كفيدرالية وكأطر فيدرالية وراه إخوانكم حاضرين هنايا كأعضاء ديال المكتب الفيدرالية مستعدون لتقديم غالي النفيس من أجل حماية جميع المسلمين بدون استثناء. وإلى ناديتو علينا في الليل في الصباح تكون معكم، لأنه هذا الأمر تيهمنا جميعا، وباش يمكننا نتصلوا خصنا نقولوا كلمة واحدة، والجميع ديالو سوف تصبح لها الصفة إذا في حالة تفضل من الفيدرالية أنه عندها المكان طبيعي لكل جمعية راه عندها تمثيلية في هذا الإطار اللي هو الإطار الوطني ديال الفيدرالية. كنتمنى نكون عطيت واحد الصورة ولو مقتضبة، وإن كنت أوفي ما في الفيدرالية حققت بها لأنه وقعت واحد العمل اللي هو جبار لا في العالم السابق ولا في البلاد الحالية، ولكن إن صادفنا ظروف ديال الكوفيد وديال هذا حتى هذا الوضع ديال المضايقات هذه الفترة كانت قليل شوية، دابا عاوتاني هذا الشيء بدا كيتحقق. حنا له بالمرصاد ونتمنى الله التوفيق، ومازال تنقول نعاود ما ضاع كل وراه ضالي، وحنا مجموعين وبالتوفيق. برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى السجدة العامة لله مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة محمد السادس أيده الله ونصره. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مولاي أمير المؤمنين صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس أدام الله عزه وخلد في الصالحات ذكركم. نعم سيدي أعزكم الله، بمناسبة اختتام أشغال الجمع العام العالي لجمعية الفلاح للتنمية الفلاحية بإقليم تابريت يومه الأحد 5 فبراير 2023، للتواصل مع الفيدرالية الوطنية للاستثمار الفلاحي والسياحي والجمعيات ذات الاهتمام المشترك بالأقاليم المجاورة بجهة الشرق، يتشرف خادمكم الأوفى بالخير موسى أصالة عن نفسه ونيابة عن جميع المشاركات والمشاركين في هذا الجمع العام العادي بأن يرفع إلى مقامكم العالي بالله عبارات البيعة والولاء والإخلاص والتعرف بأهداف العرش العلوي المجيد، معلمين لجلالتكم المنيفة عن تجندنا الدائم وراء جلالتكم للدفاع عن حوزة وحدة وعزة واستقرار الوطن. مولاي صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظكم الله تعالى ونصركم، إن رعاياكم الأوفياء المستثمرون عن حسن نية فوق الأراضي السودانية بجهة الشرق للتواصل مع الفيدرالية الوطنية للاستثمار الفلاحي والسياحي، وهم يجددون ولاءهم وإخلاصهم لسلتكم العالية بالله، يرفعون إلى أعتابكم الشريفة ملتمسهم بتدبركم السامي لإنصافهم من المضايقات المريرة التي لحقتهم من طرف مصالح مديرية الشؤون القروية التي أبت إلا أن تطردهم من هذه الأراضي التي أثنوا فيها مجهوداتهم الجبارة واستثماراتهم الكبرى من أجل جعلها رافعة للاستثمار الفلاحي والسياحي مع خلق العديد من مناصب الشغل القارة والحد من الهجرة القروية والهدر المدرسي. ولعل مخرج القانون الذي أتى به الفصل 20 من القانون من 2017 خير دليل على التجاوب مع التوجيهات الملكية السامية، وهو حل موضوعي وعادل
يرمي الى امكانيه تفويض الاراضي السلاليه للخلاص لتشجيع الاستثمار فوق الاراضي السلاليه. ابقاكم الله يا مولاي ذخرا وملاذا لشعبكم الوفي، محققا لاماله وبانيا لصقل امجاده ونهضته ورقيه وازدهاره. وحفظكم الله يا مولاي بما حفظ به الذكر الحكيم والسبع المثاني والقران العظيم، واقر عين جلالتكم بولي عهدكم المحبوب صاحب السمو الملكي الامير الجليل مولاي الحسن، وبارك في عمر كريمه جلالتكم المصونه صاحب السمو الملكي الامير الجليل لاله خديجه، وشد ازركم بشقيقكم الامير مولاي رشيد وسائر افراد اسرتكم الملكيه الشريفه، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك وهو القادر عليه. والسلام على مقامكم العالي بالله ورحمته تعالى وبركاته. وحرر بمدينة تاويرت يوم الأحد 5 فبراير 2023 خديم الأعتاب الشريفة بالخير مساء. والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. موسى بالخير، رئيس جمعية الفلاح للتنمية الفلاحية بإقليم توريرت. الحمد لله وفقنا الله سبحانه وتعالى وبفضله، قمنا اليوم بالجمع العام العادي السنوي اللي فات في ظروف جيدة وممتازة، واللي كان فيها التقرير الأدبي والمالي واللي وافقوا عليه جميع الفلاحة بالإجماع. وبعدها حضر معنا الأستاذ بن نونكار رئيس الفيدرالية الوطنية للاستثمار الفلاحي والسياحي والنواب ديالو، كذلك رؤساء الجمعيات من قرسيف ومن العيون الشرقية، والإخوان من الناظور وجميع الفلاحة اللي كيهمهم الأمر من الجهة الشرقية. والحمد لله فات هذا الجمع في ظروف جيدة ممتازة، واللي استفدنا فيه كثير من الأستاذ بن نونة بالخصوص من القوانين اللي تفعلت واللي غادي تفعل إن شاء الله. ومن بعد المناقشة تمت تلاوة برقية الولاء والإخلاص المرفوعة لصاحب الجلال الملك محمد السادس نصره الله وإياده، وبهذا تم الاجتماع وشكرا.